في القصيم وبعد أكثر من 300 بلاغ ورد لفرع وزارة البيئة عن أسراب الجراد الصحراوي، تتواصل عمليات المكافحة عن طريق تكثيف عدد فرق المكافحة بعد تحرك الأسراب من مناطق متفرقة. ويحذر مدير عام الفرع المهندس عبد العزيز الرجيعي من عدم تناول الجراد أو لمسه أو بيعه بسبب هذه المبيدات الحشرية اللي تحارب هذه الأسراب. زميلي يوسف الحميد وثق لنا عمليات مكافحة أسراب الجراد بطريقته. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام.